السلام عليكم دكتور، إن شاء الله بعد ما حضرنا الأجزاء نعمل على الأسمبلي. أولا نبدأ بعمل الميت لهذا الجزء وهذا الجزء، وعن طريق هذا الجزء إلى هذا الجزء، وأعكس الجهة المقابلة. طيب أوكي. أما الآن أعمل على الجزء الآخر أيضا بالمات، طريقة تحديد الجزء مع هذا الجزء في أوكي، وهذا الجزء مع هذا الجزء في أوكي، ومن هذا الجزء إلى هذا الجزء. أوكي. ثم الآن أعمل على هذه الثقوب والبوشي مع أيضا عن طريق الميت. أوكي. وأعمل الآن مع الظهر مع الوجه. أعطي أوكي. أيضا من الجهة المقابلة عن طريق هذا الجزء مع هذا الجزء، أعطي أوكي. وأيضا أحدد هذا الجزء مع هذا الجزء. اوكي. الآن عندنا الثقوب اللي هي حدد الثقوب وحدد الثقوب أيضا المكان. أعطي أوكي. أيضا هذا الثقب مع هذا الثقب. أعطي أوكي. أما الآن عن طريق هذا الجزء مع هذا الجزء. أيضا الثقب الآخر مع هذا الثقب. أوكي. أيضا أحدد هذا الجزء مع هذا الجزء وعكس الجهة الأخرى. أوكي. ثم الآن هذا الثقب أيضا مع هذا الثقب. أوكي. وأيضا أحدد هذا الجزء مع هذا الجزء والاتجاه الآخر. أوكي. ثم الآن نحتاج إلى ثقب آخر رابع عن طريق الإنسيرت بارت 7. أيضا حدد الثقب مع البرغي مع الثقب عن طريق المات. وأعطي أوكي. وأيضا أحدد الجزء مع الفتحة واتجاه المعاكس. أما الآن تبقى لنا هذه الجزئين ربط الكي مع الشفت. حدد هذا المكان الجهة المقابلة هذا مع هذا الجزء. أوكي. وأيضا حدد هذه الجي مع هذه الجي.
ايضا من الاسفل الى الاعلى. اوكي واما الان تم الثقب الكي مع الموجود. ثم الآن اختار هذا المكان مع واختار هنا الجزء مع هذا الجزء. الآن نعمل على الشيفت مع الكي والبوشة. ثم الآن نعمل على هذا الوجه عند القرنات مع هذا الوجه. نختار هذا الجزء مع هذا الجزء. تنجيشن عمودي مواسي كبير. تمام هذا ثبت اصلا. لازم خليه فلات متحرك فلات. الان طريق مات اختار هذا الجزء مع هذا الجزء. هذا الجزء مع هذا الجزء. هذا الجزء وأيضا هذا الجزء وهذا الجزء. الآن تم عمل assembly. شكرا للتعب.